له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعه تسميه حزب الله الارهابي. إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، أهلا بكم إلى المسائية ونبدأ بالعناوين مع منير الحافي. مساء الخير، في عناوين هذه النشرة. قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات. مجلس الوزراء يقر حلا مؤقتا وفوريا لأزمة النفايات. بالنسبة لي هي وصمة عار. الحراك المدني يدعو إلى إضراب عام وقطع طرق الاثنين المقبل. كاري يقول لا يمكن لبشار الأسد استغلال الهدنة لمصلحته، والنظام يصعد قبل ساعات على محادثات جنيف. كما وعد الرئيس سعد الحريري قبل يومين بأن أزمة النفايات ستنتهي خلال أيام، فإن مجلس الوزراء الذي شهد واحدة من أطول الجلسات في تاريخ لبنان لأكثر من 7 ساعات نجح أخيرا بإيجاد حل مرحلي لمشكلة النفايات المتفاقمة منذ 8 أشهر تقريبا. الحل الحكومي يبدأ تنفيذه فورا عبر إعادة فتح مطمر النعمة لاستيعاب آلاف الأطنان من النفايات المتراكمة، واعتماد مطمري برج حمود والكوستا برافا كمطامر صحية، مع تقديم حوافز وازنة للبلديات وصلت إلى 40 مليون دولار زائد مشاريع إنمائية للبلدات المحيطة بقيمة 50 مليون دولار. تزامنا كانت مجموعات الحراك تحشد في ساحة ساسين ووسط بيروت دون أن يتجاوز عدد المشاركين 1000 شخص بحسب مصادر وزارة الداخلية، وقد دعوا عوضا عن التظاهر إلى إضراب عام وقطع طرق الاثنين المقبل. البداية من الحل الذي اعتمده مجلس الوزراء، وللمزيد من التفاصيل عن جلسة الحكومة والأجواء المحيطة بها ننتقل مباشرة إلى السراي الكبير حيث مراسلتنا شهير إدريس. شهير تفضلي. منير، بعد جلسة كما تم ذكرها بأنها طويلة جدا، هي طبعا من أطول الجلسات لكن كان هناك أيضا أطول منها بكثير، لكن هذه الجلسة تعتبر جلسة يعني فاعلة نظرا للقرارات التي اتخذت فيها. خرج الدخان الأبيض من السراي بإيجاد حل مرحلي ومؤقت لمشكلة وأزمة النفايات، وهذا ما كان يتوقعه الرئيس تمام سلام الذي أصر على عدم الخروج اليوم من جلسة مجلس الوزراء إلا بحل يرضي جميع اللبنانيين، على الرغم من يعني الاعتراضات أو التحفظات لبعض الوزراء داخل جلسة مجلس الوزراء. لكن بحسب المعلومات لتلفزيون المستقبل أن هذه الجلسة قد شهدت بعض يعني بسبب بعض التفاصيل على المشاريع وكذلك على الصناديق التي ستمول هذه الأزمة أو هذا الحل للنفايات والمشكلة. وإذا ما كانت هذه الأمور تحتاج إلى قوانين، كان هناك تباين في الرأي حول هذه المواضيع مما استدعى إلى مشاورات واتصالات جانبية كل مع مرجعيته السياسية لحل هذه الأمور والتفاصيل. كان أبرز المتحفظين والمعترضين وزراء الكتائب، إذ أنهم اعترضوا على موضوع يعني قالوا أنه تقني وأنه بيئي، لا سيما موضوع المناقصات وأيضا موضوع الوقت لمدة 4 سنوات. كما كان هناك أيضا اعتراض للوزير علي حسن خليل حول موضوع الحوافز وكذلك حول موضوع أموال الدولة يعني وكيف ستصرف وبأي جانب، والأراضي أيضا التي ستنتج عن المطامر كيف سيتم التعامل معها. إذن يعني هذه المواضيع التي حصلت على مدى الساعات 7 الطويلة لكن خرجت بموضوع مهم، ألا وهو أن يعني أن الخطة هذه ستنفذ على مراحل وعلى مدى 4 سنوات. وكذلك أبدأ الرئيس سلام مع بداية الجلسة تخوفه من خطورة هذا الوضع لأنه بات يشكل هاجسا أساسيا، مشددا على عدم الخروج إلا بحل هذه المشكلة. وقد رصدت لخطة النفايات 50 مليون دولار لتغطية مشاريع إنمائية حول كل المطامر وموزعة على 4 سنوات بقانون يحال إلى مجلس النواب، إضافة إلى الاستفادة من الأراضي التي ستردم
الاستخدام في محيط كل مطمر إن كان مكب برج حمود وأيضا سد بوشرية، باستثناء الأراضي المخصصة لمحطة تكرير المياه المبتذلة وإقامة محطة تكرير على مصب نهر الغدير، والاستفادة أيضا من الأراضي التي ستردم في محيط بلدية الشويفات. كما أنه تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار لمناقصات للشركات في كل المناطق الخدماتية خصوصا في بيروت الإدارية ما عدا جبيل من أجل الكنس والجمع واللم والنقل والفرز وإنشاء وتطوير معامل الفرز والإنشاءات الهندسية والدراسات. أما سوكلين وسوكومي فستستمر بعملها حتى ترسو الالتزامات على شركات أخرى وتدفع المستحقات من الصندوق المستقل البلدي. أما نفايات علي وشوف وحتى إنشاء مطمر لها ستنقل إلى كل من صيدا ومكب الكوستا برافا، والخطة طبعا هذه الخطة ستنفذ فورا خلال يومين وتبدأ تبدأ بإزالة النفايات من الشوارع. كما سيدفع $6 عن كل طن تذهب إلى الناعمة تحسم من صندوق البلديات المتاخمة للناعمة، وتكليف وزير الداخلية بتشكيل لجنة إن كان من المجتمع المدني أو من وزارتي البيئة وأيضا المالية وشؤون التنمية الإدارية واليو أن دي بي لمراقبة تنفيذ هذه المراحل طبعا للخطة التي أقرت اليوم، وعسى أن تكون مهمة لكل اللبنانيين ويتخلصون من الأوبئة والنفايات الموجودة في الشوارع. سننتقل إلى وزير الإعلام وما قاله عن هذه الخطة بالتفصيل. الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والتمر الصحي في كل من برج حمود البوشرية ومصب نهر الغدير. الموافقة على إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون رقم 280 على 2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به. يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضائي الشوف وعلي في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية. الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا. يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية. إعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية، والموافقة على إقرار دفعة قدرها $40 مليون لهذه السنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر، وذلك ريثما يقر القانون لتلزيم مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة باعتماد أحدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة. حق البلديات أو اتحاد البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها إذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة تخصيص مبلغ $50 مليون لتغطية مشاريع إنمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على 4 سنوات، على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال إلى المجلس النيابي. تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبلديات، البيئة، المالية، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والUNDP لمراقبة آليات ومراحل التنفيذ، على أن تعمل هذه اللجنة تحت الإشراف المباشر
لوزير الداخلية والبلديات. حزب الكتائب أعلن في بيان أن ما ورد في مقررات مجلس الوزراء عن أن خطط النفايات قد أقرت بالإجماع غير صحيح، وأكد أن وزراء الكتائب قد تحفظوا عليها. بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، انطلقت تظاهرة للحراك المدني وحزب الكتائب من ساحة سسين في الأشرفية إلى رياض الصلح، حيث دعا المتظاهرون إلى عصيان مدني ابتداء من الاثنين. للمزيد تنضم إلينا مباشرة من رياض الصلح مراسلتنا ماء حطيط. ماء، تفضلي. نعم منير، يعني غادر القسم الأكبر من المشاركين في التظاهرة التي انطلقت من ساحة سسين ووصلت إلى رياض الصلح، وبقي عدد قليل من المفترض أن يبقوا ليلتهم هنا، أن يبيتوا الليلة الأولى من هذا الاعتصام الذي دعوا إليه في ساحة رياض الصلح. تم نصب خيمة واحدة حتى هذه اللحظة هنا أمام السراي الحكومي، وطبعا كما ذكرت منير هناك دعوة لما يشبه العصيان المدني إذا صح القول بدءا من يوم الاثنين. هناك دعوة لعدم الذهاب إلى المنازل وعدم وأيضا إلى المدارس، ويعني اعتصامات لا ندري كيف ستكون، يعني علما أن مقررات جلسة مجلس الوزراء لم تكن ترضي المتظاهرين هنا الذين يعني رغم ما صدر عن مجلس الوزراء أكدوا استمرارهم في تحركاتهم. معنا من حملة طلعت رحتكم علي سليم، علي الذي سيخبرنا أكثر عن تحركاتهم. علي، في مقررات لمجلس الوزراء أنتم مناطرتهم وأعلنتوا عصيان مدني وتصعيد بخطواتكم، اللي عملتوا هذا الشيء وش رأيكم من بعد اللي صار اليوم؟ نحن بس حتى وضع شغله، نحن ما كانت عم نحن ما طلبنا عصيان مدني، نحن كل اللي طلبناه انه نهار الاثنين يكون نهار اضراب عام. نحن بالنسبه لنا صرنا من كذا يوم قاعدين عم نتلقف الحكومه والتصاريح الاعلاميه تبع الوزراء اللي قاعدين عم بيقولوا انه بدهم يرجعوا يا لحل المطامر يا لحل المحارق، واليوم عم بيبين انه في مطامر بدها ترجع تنفتح من اول وجديد. نحن اللي قاعدين عم نقوله اليوم كحراك، نحن اللي بدنا الحال، نحن جماعه مننا رافضيين، بس بذات الوقت بس بدنا نحكي بحل مؤقت، بدنا نحكي كمان بمراسيم تطبيقية للحل المستدام للخطة المستدامة. طبعا بينقال 4 سنين من هون لإجاة حل طويل المدى، يعني بينكشف عنه لاحقا. انتوا ليه صعدتوا قبل اصلا ما تسمعوا؟ ما في شيء يجي يقول حل مستدام ببلش من بعد 4 سنين. خطة أكرم الشهيب اللي طلعت ب9 أيلول عم ينحكى كان ب18 شهر، هلا عم نمد ل4 سنين. مطمر النعمة لما انفتح، مطمر النعمة انفتح كان على اساس 3 شهور ينفتح، نمد ل17 سنة ينفتح، فما حدا بقى. يعني انتم غير راضيين عن اللي نحن صدر غير اليوم. راضيين اذا ما في حلول مستدامة. نحن ما عندنا مشكلة، بنرجع بنقول نحن مننا جماعة رافضيين، بس بذات الوقت اذا الحل المؤقت هو اللي بده يصير بعدين هو حل دائم، نحن اكيد رافضينه، لانه نحن مثل بطبيعة الاحوال نحن بنرفض السرطان المتنقل اللي عم ينتقل من مستمرين بالتحرك الليلة. نحن باقيين الليلة هون مثل ما قلنا بالبيان تبعنا، باقيين بالليل الليلة باقيين فيها هون، بكره نحن كمان هون موجودين بالساحه، ندعي كمان اللي ما نزل معنا اليوم ينزل معنا بكره، والتنين حنعمل اضراب عام بما معناه حنشل الحركه بقلب بيروت. اذا يعني كما سمعت منير هناك توجه للاستمرار في التحركات حتى يوم الاثنين الذي سيكون يوم تصعيدي بحسب يعني كما يقول شباب الحراك المدني الذي بدا منذ اليوم اعتصام في ساحه رياض الصلح. على كل سنستمع الى كلمه الحراك المدني اليوم التي القاها علي سليم باسم الحراك الشعبي. نحن من هون من ساحه رياض الصلح عبعد امطار من ساحه النجم المحتله رح نقول الزبالة هي نتيجة فسادكم وفشلكم وصفقاتكم. الزبالة هي وصمة عار رح تلازم حكومة النفاق الوطني ومجلس التمديد. في موضوع آخر، عثر على المواطن الكويتي صلاح أبو البنات مقتولا في منطقة برج حمود بآلة حادة. وفي معلومات خاصة لتلفزيون المستقبل أن القوى الأمنية اعتقلت 3 سوريين اعترفوا بارتكاب الجريمة. هذا وأعلن سفير الكويت عبد العال القناعي أن السفارة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعرفة تفاصيل الجريمة ومتابعة التحقيقات. وأضاف في هذا الصدد، تؤكد سفارة دولة الكويت على تحذيراتها السابقة التي تفيد بعدم المجيء إلى لبنان والمغادرة فورا من لبنان نظرا للظروف الأمنية الصعبة والاستثنائية التي يعيشها البلد.
وكانت سفارة الكويت في بيروت قد أشادت في وقت سابق بالسلطات الأمنية اللبنانية لسرعة كشفها منفذي جريمة قتل المواطنين الكويتيين في عرية وفي مقدمتهم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وعبرت السفارة في بيان عن ثقتها بالقضاء العادل الذي سيقتص من المجرمين. وكانت القوة الضاربة في شعبة المعلومات قد أوقفت في عملية نوعية المشتبه بهما في قتل الكويتيين وهما من التبعية السورية، وقد اعترفا بتنفيذ عملية القتل بواسطة مطرقة حديد بهدف السرقة. بعد تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي حزب الله بأنه إرهابي، جاء دور جامعة الدول العربية. فما معنى التضامن العربي الذي خسره لبنان؟ تقرير غيدة الجبيلي. صفعة تلو الأخرى جراء اعتداءات حزب الله على الدول العربية يتلقاها لبنان ويدفع ثمنها جميع أبنائه. فبعد وقف الهبة العسكرية السعودية وما تلاها من إجراءات وتدابير وليس آخرها قرار مجلس التعاون الخليجي، جاء التطور الأخير من القاهرة حيث صنف وزراء الخارجية العرب حزب الله إرهابيا فيما تحفظ لبنان والعراق. المهم فيه هلأ بعتقد هو إلى أين ذهب هذا القرار، يعني هل انتهى التصاعد ووقفنا هون ولا رح يكمل؟ يعني السياسة الخارجية اللبنانية هلا هي على محك، أول شيء تهدئ الأمور يعني ما بدنا تصريحات اللي النارية أو اللي يعني مفتوحة للنقاش، خلص انتهى انعمل القرار وتنسق الأمور حتى كل الجهات اللي بقى تشتغل عليه تشتغل ب يعني اتجاه واحد. فما معنى ألا يحظى لبنان بالتضامن والدعم العربي ولا يذكر في البيان الختامي لوزراء الخارجية؟ بدك تنطري تشوفي شو هي الأمور الإجرائية اللي راح يعملوها. هل العملية هاي معناها كل أعضاء حزب الله ممنوعين من السفر إلى هذه البلدان وكذا وهو مستبعد، ولكن هل هو إلى هذا الحد أم هو حجز أموال أو عدم الطلب المصارف عدم التعامل معه؟ هل ستكون بإخراج لبنانيين من الخليج يعملون بالخليج؟ هل يا ترى في نية انه يعني ما يجددوا اقامات بعض اللبنانيين الموجودين؟ لازم يكون في هجمة كبيرة من جهة لبنان للتعامل مع تداعيات هالعملية وتداعيات المستقبلية اللي قد تحصل قبل أن تحصل. إذن حزب الله تنظيم إرهابي عربيا، موقف سيؤدي بصورة طبيعية إلى حرمان لبنان من الاستفادة من علاقاته مع الدول العربية، وبالطبع لن يحظى مستقبلا بالدعم الذي حظي به في الماضي على غرار حرب تموز عام 2006 وفي أكثر من مناسبة. أكد الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع الرئيس عبد الحريري سيتبعه لقاءات أخرى تصب كلها في مصلحة الوطن. أكد الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن اللقاء الودي الذي جمعه مع الرئيس عبد الحريري هو البداية فقط، بحيث سيتبعه عدد من اللقاءات التي تصب في مصلحة الوطن عموما وليس في مصلحة طائفة واحدة فقط. كلام مراد جاء خلال رعايته حفلا تكريميا لمعلمي مؤسسات الغد الأفضل. اشترحنا للرئيس الحريري موضوع الهدف الأساسي من هذا اللقاء أن يكون لدينا وجود متناغم مع بعض البعض، خطف التشرج بشارعنا السني والشارع الوطني بشكل عام وليس بالشارع السني. حيينا الرئيس الحريري أنه أنتم عم تعملوا مع كل الخلافات الموجودة. كما أثنى مراد على الحوار الذي يعقده تيار المستقبل مع حزب الله معتبرا أنه يساهم في تهدئة النفوس، بل يبشر بالخير لجهة درء المخاطر التي قد يتكبدها أي مشروع تخريبي يستهدف البلاد. في سعد نايل دهمت قوة من الجيش منزل المدعو ياسر علي الغندور والد الموقوف عمر ياسر الغندور، حيث ضبطت حزاما ناسفا وعددا من الأعلام الحزبية وفق ما أعلنت قيادة الجيش في بيانها. وقد حضر الخبير العسكري الذي قام بالكشف على الحزام المذكور وعمل على تفكيكه، وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. وفي النشرة بعد الفاصل،
القوات اليمنية تكسر حصار مدينة تعز. إيران وخلفيات المواقف العدائية المزمنة تجاه المملكة. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها من أنباء. مجلس الوزراء يقر حلا مؤقتا وفوريا لأزمة النفايات. الحراك المدني يدعو إلى إضراب عام وقطع طرق الاثنين المقبل. جريمة قتل جديدة تطال كويتيا في برج حمود وتوقيف الفاعلين. جددت الخارجية الأمريكية تأكيدها ضرورة سريان الهدنة في كل سوريا، فيما اعتبر المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سوريا هي خارطة الطريق لحل الأزمة. الانتهاكات المتكررة للنظام السوري للهدنة الهشة حملت وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إلى جولة أوسطية متزامنة مع مباحثات مع موسكو تسبق انطلاق محادثات جنيف 3 بدءا من الاثنين المقبل. ومن السعودية وبعد زيارة خاطفة التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين، أكد كيري أنه لا يمكن لرئيس النظام السوري بشار الأسد استغلال الهدنة لتفجير الوضع بينما يحاول الآخرون الالتزام بها. المراقبون الأمريكيون والروس للهدنة في سوريا يلتقون في العاصمة الأردنية عمان لمحاولة الحد من العنف في سوريا بصورة أكبر، بالتزامن مع محادثات هاتفية للغاية نفسها بين وزير الخارجية الأمريكية ونظيره الروسي سيرجي لافروف. وعلى خط آخر، دعا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف إلى توحيد المعارضة السورية لتسهيل مهمة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، معتبرا ذلك شرطا أساسيا لانطلاق مفاوضات مباشرة بينها وبين الحكومة، في إشارة لمطالب موسكو بإشراك الأكراد السوريين في محادثات جنيف. وحيال الصدمة السياسية الناجمة عن طرح حل الفيدرالية لسوريا، أكد بوغدانوف أن موسكو لم تتحدث عن مسألة فدرالة سوريا، معتبرا أن هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع وإن شكل الدولة يقرره السوريون أنفسهم. بدوره رأى المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي مستورا أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سوريا هي خارطة الطريق لحل الأزمة، إذ تهدف لتحول سياسي ووضع دستور جديد، لافتا إلى أن البديل من المحادثات مأسوي ليس فقط على سوريا بل المنطقة عموما، مشددا على أهمية التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. رأى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أنه لا يحق للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اقتراح جدول أعمال لمحادثات جنيف، ولا يحق لأحد التحدث عن موعد انتخابات رئاسية، معلنا أن وفد النظام سيسافر إلى جنيف الأحد ولن يمكث لأكثر من 24 ساعة. وفدنا ما حيكرر الأخطاء اللي جرت في الجولة السابقة، بمعنى لن ينتظر في جنيف أكثر من 24 ساعة، وسيراقب وصول الوفود المعارضة الأخرى إلى مبنى الأمم المتحدة لاستمرار الحوار. لا يحق للسيد دي مستورا اقتراح جدول أعمال، هذا ما يجب أن يتم التوافق عليه بين المتحاورين. ولذلك أقول للسيد دي مستورا، لن نقبل بعد الآن خروجك عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك. من يريد أن يتحدى بالحل العسكري فليتفضل. أنا وجدت في المرة السابقة أن الصناديق الخشبية مكلفة، فممكن إرسالهم بصناديق بلاستيكية. أطلق الرئيس السابق للإئتلاف الوطني أحمد الجربة تيار الغد السوري باعتباره تجمعا معارضا جديدا يسعى لحل الأزمة السورية على أساس وقف نزيف الدم وعودة المهجرين.
من العاصمة المصرية القاهرة، اختار الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري أحمد الجربة إطلاق تيار الغد السوري كتجمع معارض جديد يسعى لحل الأزمة السورية بآليات واضحة وحاسمة أساسها وقف نزيف الدم وعودة المهاجرين إلى سوريا لإعمارها بعد الخراب والدمار الذي طاولها على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وتوقع الجربة رئيس تيار الغد السوري أن يجمع تياره الجديد العدد الأكبر من القوى السياسية السورية المنسجمة حول أهداف محددة، موضحا أن وحدة سوريا خط أحمر وأن التيار يمد يده لكل المعارضة السورية. أضاف الجربة أن أعضاء تيار الغد يؤيدون ما تم التوصل إليه في جنيف واحد، وإن كان لم يستبعد وجود جناح مسلح للتيار على الأراضي السورية، كما شدد على عدم بقاء بشار الأسد في أي سيناريو للتسوية، مؤكدا ألا حديث الآن عن المستقبل قبل وقف نزيف الدم وعودة المهجرين إلى سوريا. وشارك في الاجتماع الأول لإطلاق تيار الغد السوري نزيه النجاري ممثلا عن وزير الخارجية المصرية سامح شكري والقيادي الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان ومدير مكتب إقليم كردستان العراق ورئيس المجلس الكردي السوري إبراهيم برو، بالإضافة إلى مندوبين من تيار المستقبل اللبناني والقوات اللبنانية. في الميدانيات السورية، قصفت مدفعية النظام مدينة درية بريف دمشق في خرق جديد للهدنة، بينما استمرت محاولات قواته للتقدم على أطراف بلدة بالة بغوطة دمشق الشرقية. يستمر النظام السوري في خرق الهدنة، فيقصف بالمدفعية مدينة درية بريف دمشق، بينما استمرت محاولات قواته للتقدم على أطراف بلدة بالة بغوطة دمشق الشرقية، وذلك بعد مقتل العشرات بغارات روسية على عدة مواقع للمعارضة بسوريا. وفي الشمال السوري، يبدو أن الهدنة لم تمر، بل يمرر النظام السوري وحليفه الروسي خرائط للتقسيم ورسم حدود جديدة في ظل التركيز على قصف مناطق معينة خاضعة للمعارضة السورية المعتدلة بالريف الغربي. أما في حما، فتحاول المعارضة السورية التصدي للهجمة الشرسة لقوات النظام والميليشيات التابعة له بغطاء جوي من الطيران الروسي، فأسقط الثوار طائرة ميج 21 عائدة للنظام السوري بمضادات فوق بلدة كفرنبودة في الريف الشمالي. كما شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على أحياء مدينة تدمر بالريف الشرقي لحمص، أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى من المدنيين. وردا على استهداف البلدات والقرى في إدلب من قبل الطيران الحربي الروسي، استهدف جيش الفتح بلدة الفوعة بقذائف الهاون، حيث وردت أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات داخل البلدة. كما جرت معارك عنيفة بين قوات المعارضة وكتائب الأسد في محيط منطقة كبانة بريف اللاذقية التي يسيطر النظام على معظم الجبال المطلة عليها. وفي اليمن، انهيارات متواصلة لميليشيات الحوثي صالح في تعز، والمقاومة والجيش يواصلان التقدم في شرق وشمال المدينة. بعد عشرة أشهر من الحصار والمعاناة، تخلصت مدينة تعز من إرهاب الميليشيات المتمردة، ونجحت المقاومة الشعبية والجيش اليمني في فك الحصار عنها من محاور عدة بعد مواجهات عنيفة مدعومة بطائرات التحالف العربي، والتي أدت إلى مقتل العشرات من تحالف الحوثي صالح. وأحكمت المقاومة المدعومة بالجيش الوطني القبض على مبنى نادي الصقر وشرطة مديرية المظفر في حي الدير باشا، وصفرار الميليشيات من المطار القديم في ضحية الحصب، وهو مؤشر على عملية انهيار وشيكة في صفوف الميليشيات، فيما تتواصل عمليات التمشيط والقصف على مواقع عدة على الجبهة الشرقية من المدينة. مستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري قال إنه تم تحرير مدينة تعز بالكامل من ميليشيات الحوثيين، مشيرا إلى أن القوات الحكومية الشرعية وقوات التحالف أصبحتا الآن تسيطران على مداخل المدينة في شكل كامل. وأضاف عسيري إن العمليات لا تزال جارية
السريع لإحكام السيطرة والقضاء على بقية جيوب الحوثيين، لافتا إلى أن تحرير تعز سيرفع المعاناة عن المواطن اليمني ويسمح بدخول المساعدات الإغاثية التي طالما انتظرت خارج المدينة، وما أن أعلن عن انهيار المتمردين في تعز حتى اندفع سكان المدينة إلى الساحات للتعبير عن الفرحة وأطلقت الأسهم النارية في تعز وعدن. القوات الحكومية أحرزت أيضا تقدما ملحوظا لتحرير مديرية المصراخ بالكامل عقب الانتصارات التي تحققت في جبهة الأقروض، وهو التقدم الذي يرجح إمكانية رفع الحصار عن كامل المدينة. إلى ذلك تحدثت مصادر عن انشقاق عدد من شيوخ قبائل صنعاء عن الحوثيين، وذلك على وقع النجاحات الكبيرة التي تحققها المقاومة الشعبية والجيش في مدينة تعز. من جهته أكد رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح أن القوافل الإغاثية تتوجه إلى تعز بعد فك حصارها للعمل على إعادة إعمار المدينة، وقال إن الوضع الأمني في عدن يتحسن والأمور ستعود إلى طبيعتها تدريجيا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الخطة الأمنية سيتم تطبيقها في عدن ومعها سيشعر المواطن بتحسن الأوضاع. إلى ذلك أعلن حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في دول وأماكن لم يحددها، وذكر موقع جنوبية في معلومات خاصة أن العناصر 3 قتلوا أثناء قصف لطيران التحالف لأحد المواقع الحوثية في اليمن. والقتلى 3 هم عباس حيدر من بلدة الدوير الجنوبية، ومحمد سلمان من بلدة مجد الزون الجنوبية، وعلي الشامي من مدينة الهرمل البقاعية. المواقف العدائية لطهران تجاه المملكة ليست بجديدة، إذ إنها تعود إلى حقبة الثمانينات من مؤسس الثورة الإمام الخميني. المواقف العدائية لنظام الملالي تجاه السعودية ليست وليدة ساعتها، وإنما تعود إلى سنين خلت. في العام 1987 تصريح شهير لمؤسس نظام الملالي الإمام الخميني علق على أحداث مكة المكرمة بالقول: إنه من الممكن أن نتنازل عن القدس ونصالح صدام حسين أهون علينا من أن نسامح السعودية. في العام 1986، أي قبل عام من تلويح الخميني بشأن التنازل عن القدس، كشف عن فضيحة إيران جيت ضمن صفقة سلاح أبرمتها أمريكا مع طهران بمشاركة إسرائيلية، وتحدثت وسائل الإعلام الدولية لاحقا عن وفد أمريكي إسرائيلي زار طهران سرا في 25 من أيار من العام 1986، مكون من مستشار الأمن القومي السابق روبرت ماكفرلاين واليوتنوك كولونيل أوليفر نورس والضابط الأمريكي هارفرد تيتشر والعميل الإسرائيلي أميرام نير. وبموجب الصفقة تم تزويد إيران بألاف الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات ومن طرازات عدة. هذه الصفقة أثارت ضجة في إسرائيل، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي حينها شيمون بيريز ووزير الخارجية الأسبق أبا إيفان دفعا عن الصفقة بالقول: من حق إسرائيل أن تبيع أسلحة إلى إيران. أما بخصوص التصالح مع الرئيس العراقي صدام حسين، فقد تصالحت طهران معه في العام 1988، أي بعد عام من كلام الخميني. أما موقف الخميني من السعودية فيتلخص بأنه من الواجب محاربة السعودية بكل طاقتنا، ويجب أن نحشد كافة المسلمين والعالم ضدها. وبعد أحداث مكة خلال موسم الحج في العام 1987، بدأت الخلافات بين البلدين تأخذ طابعا تصاعديا، إلا في فترة رئاسة رفسنجاني ثم رئاسة محمد خاتمي، حيث شهدت نوعا من التفاهم بين البلدين. ومع وصول الرئيس المتجدد محمود أحمد نجاد إلى سدة الحكم، بدأت إيران بإحياء شعار تصدير الثورة، وزادت من تدخلاتها في بعض البلدان العربية خلال أواخر العام 2010 ومطلع العام 2011. فوجدت إيران فرصتها المناسبة لطرح شعاراتها الثورية، وأطلقت مسمى الصحوة الإسلامية على الاحتجاجات في البلدان العربية، إلا الثورة السورية التي وصفتها بالثورة الصهيونية والإمبريالية على لسان المرشد. فدعمت بشار الأسد وحشدت الميليشيات الموالية لها دعما لحكم البعث في سوريا، واتسع هذا الموقف الإيراني ليشمل لاحقا اليمن والبحرين والعراق ولبنان. وأعلن كبار القادة العسكريين الإيرانيين بأنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية. دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المتظاهرين إلى الاعتصام ونصب الخيم أمام أبواب المنطقة الخضراء لحين انتهاء مدة 45 يوما التي منحها لحكومة الرئيس حيدر العبادي لتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد. وطالب زعيم التيار الصدري المتظاهرين بالاستعداد وتنظيم أمورهم والوحدة من أجل إقامة خيم الاعتصام السلمي، قائلا: هذا يومكم لاجتثاث الفساد والمعتدين من جذورهم وتخليص الوطن من تلكم الشرذمة الضالة المضلة. طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد مشاورات الاثنين المقبل
لبحث التجارب الصاروخية الباليستية من قبل إيران وفق ما أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور، وأضافت أن واشنطن قلقة جدا لهذه التجارب المستفزة والمزعزعة للاستقرار، مذكرة بأن قرارات مجلس الأمن تحظر على إيران إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وأكدت السفيرة الأمريكية ضرورة العمل مع العالم على كبح وإضعاف البرنامج الباليستي الإيراني وتطبيق القرار رقم 2231 الذي يمنع أي دعم خارجي للبرنامج الصاروخي الإيراني. وبموجب هذا القرار الدولي فإن إيران ملزمة بالامتناع عن إطلاق صواريخ باليستية يمكن تركيب رؤوس نووية عليها. النشرة بعد الفاصل. حماد يتفقد ورش إعادة تأهيل الشوارع في النويري. حفل موسيقي يجمع أطفال لبنان وسوريا في عكار. أهلا بكم من جديد. أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الأمن العام كان ولا يزال أحد صمامات الأمان لهذا الوطن الصغير بحجمه العظيم بقدرته في ملاحقة الإرهاب والإرهابيين. كلام اللواء إبراهيم جاء خلال افتتاح المركز الأقليمي للأمن العام في مشغرة في البقاع الغربي، حيث أشار إلى أن شبكات التخريب والإجرام تسعى إلى ضرب قواعد الاستقرار وزرع بذور الفتن ودفع اللبنانيين إلى الاقتتال تحت عناوين مذهبية وطائفية. جل رئيس بلدية بيروت بلال حمد على ورش إعادة تأهيل الشوارع في منطقة النويري في إطار الخطة الإنمائية التي وضعها المجلس البلدي لمناطق بيروت. ضمن الخطة الإنمائية التي وضعها المجلس البلدي لرفع مستوى البنى التحتية وخدمات الشوارع والأرصفة في كل مناطق مدينة بيروت، جال رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد على منطقة النويري متفقدا أعمال إعادة تأهيل الشوارع والأرصفة الداخلية فيها. في حركة إنمائية اللي هي تأهيل الأرصفة، وهذه خطتنا، خطة تيار المستقبل، والله يطول بعمره الشيخ سعد، أنه ننقل الإنماء من وسط بيروت. لنا 5 سنين عم ننقل الماء من وسط بيروت الى كل شوارع مدينة بيروت. هالزريبة هذه حقيقة محسوبة على بيروت ومهمولة من سنين طويلة يعني. واللي بدنا نأهل هالشجرية وهالكهرباء وهالمي لأنه تكون منطقة حيوية حقيقة، بعد شوي وعدنا كمان بالأرصفة أنه نقدر نسويها. وخلال الجولة أكد حمد على أهمية تنفيذ الخطة الإنمائية الشاملة لرفع مستوى كل شوارع بيروت، كاشفا عن تأهيل شوارع منطقة الأزاعي قريبا بالتزامن مع حديقتي الرمل البيضاء والكارنتينا، وعن أعمال إنمائية مماثلة في مناطق أخرى في بيروت. في طرابلس ندوة لقطاع المرأة في تيار المستقبل لمناسبة اليوم العالمي للمرأة. برعاية الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري ممثلا بمنسقة قطاع المرأة عفيفة السيد، وبمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم قطاع المرأة في منسقية طرابلس ندوة شارك فيها كل من السيدتين منى فياض وهلا أمون ومدير عام إذاعة الشرق يمال ريشة، وذلك بقاعة المحاضرات في غرفة التجارة والصناعة والزراعة. وقد حضر الندوة حشد من النواب والوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء المكتب السياسي وحشد من الشخصيات الاقتصادية والنقابية الاجتماعية والتربوية. السيد شكرت لقطاع المرأة في طرابلس على جهوده الحثيثة للدفع بقضايا المرأة إلى واجهة الاهتمامات بقيادة منسقته نبيلة باباتي. من جهتها قالت فياض: ربما لن تضع كل امرأة تنتخب في البرلمان قضايا المرأة أو حقوقها في مقدمة جدول أعمالها، فتمثيل المرأة ليس العامل الوحيد لتحسين واقعها ولكنه عامل مهم لتنمية الأنظمة الديمقراطية. بدورها لفتت أمون إلى أن وضع المرأة الاجتماعي والسياسي سيء، وإلى أن الطريق لا تزال طويلة أمامها لتحقيق ما تصبو إليه من طموحات. أما ريشة فتحدث عن فضاء مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا قيود ذكورية عليه والمنافسة فيه متكافئة، متسائلا ما إذا ستتمكن المرأة من الاستفادة منه لتثبت حضورها في المجال السياسي أسوة بما استطاعت أن تقوم به. وفي ختام الندوة قدمت الدروع التقديرية للمحاضرين. في طرابلس أيضا نظم في نقابة المحامين احتفال لمناسبة يوم المرأة العالمي بمشاركة حشد من المحامين وهيئات المجتمع المدني. تحدث فيه كل من نقيب المحامين فهد المقدم والأميرة حياة أرسلان والرائد سوزان الحاج، وشددت الكلمات على دور المرأة اللبنانية الفاعل في مختلف القطاعات حتى العسكرية والأمنية منها، وعلى أهمية دورها في قضايا الشأن العام، وأشادت الكلمات بكفاءتها وجدارتها في الأعمال الفكرية.
في صيدا عثر على طفلة حديثة الولادة مرمية أمام مسجد الروضة وهي ملفوفة ببطانية، وعلى الفور تم إبلاغ القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث، وقام الصليب الأحمر اللبناني بنقل الطفلة إلى مستشفى صيدا الحكومي. في محاولة لدمج المجتمعين اللبناني والسوري النازح، حفل موسيقي في عكار من تنظيم شبكة عكار للتنمية يجمع أطفالا من سوريا ولبنان. تحت شعار في الفن نتحد، نظمت شبكة عكار للتنمية بالشراكة مع هارتلاند ألاينس العالمي حفلا موسيقيا تخلله مسرحا للدمى، جمع أطفالا لبنانيين وسوريين على مسرح المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الشيخ طابة بحضور ممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئة تربوية لبنانية وسورية. المشروع هو عبارة عن جلسات تدريب على موسيقى كلاسيكية عربية، شعر وقصائد، رح يكونوا عم بيأدوها أطفال سوريين ولبنانيين من منطقة جرد عكار. معنا حوالي 20 شاب وصبية من الجرد، بتتراوح أعمارهم من 15 ل 18 سنة. الهدف من المشروع أنه نحن بداية نكون عم ندمج هالمجتمعين، المجتمع السوري واللبناني الموجود بمنطقة جرد عكار. كانت كتير دورة حلوة ونحن تشجعنا من هذا، من هاي الدورة الحلوة كتير، وإن شاء الله يكون في تجربة كمان لأنها مرة تانية مثلها. تعلمنا الإيقاعات مختلفة، هي الوحدة البلدي السمع اليورك، وتعلمنا الغناء، وهلأ رح نقدم كل شيء تعلمناهم بالفترة 6 شهور. كما يهدف هذا المشروع إلى توجيه رسائل توعية حول مواضيع تهم الشباب العكري والمجتمع النازح من خلال الفن. في صيدا استضافت مفوضية الجنوب في كشافة المستقبل أشبال كشافة المبارات هناك لمناسبة عيد الطفل والذكرى المئوية لتأسيس حركة الأشبال الكشفية العالمية. لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس حركة الأشبال الكشفية العالمية ولمناسبة عيد الطفل، نظمت جمعية كشافة لبنان المستقبل مفوضية الجنوب زيارة ترفيهية لنحو 20 طفلا يتيما من كشافة جمعية المبارات الخيرية بمشاركة 20 طفلا من أشبال كشافة المستقبل. اصطحبوهم في جولة سياحية على معالم صيدا التراثية والتاريخية وفي شوارع صيدا القديمة، وذلك تعزيزا لروح التضامن والأخوة والمحبة بين الكشافة. كشافة لبنان المستقبل هي عنوان كبير للكشفية الجامعة بلبنان، ودائما نحن بنسعى لنفرجي هذا الصرح التراثي التاريخي الكبير، قلعة صيدا، قلعة الصمود. إن شاء الله هيدا النشاط بعم كل المجتمعات اللبنانية، حتى نقول للبنانية كله نحن إخوان، نحن محبين لبعضنا البعض، وبلانا كلنا سوا منكم متكدرين بيمشي هذا البلد. واختتم النشاط في خان الفرنش في صيدا، حيث تم تنظيم برنامج ألعاب ترفيهي للأطفال المشاركين وتوزيع الحلوى عليهم. بدعوة من نقابة مزارعي الأزهار والشتول في لبنان وبرعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، تم افتتاح معرض الأزهار والشتول في منطقة المدور مقابل الفوروم دو بيروت. يضم المعرض أكثر من 300 نوع من الشتول والأزهار وباقة متنوعة من الزهور التي تعيش داخل المنزل وخارجه. في عالم التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي جعلته جوجل حقيقة، ودراسة عن القراءة من الكمبيوتر اللوحي. الذكاء الاصطناعي يتمكن من هزيمة ذكاء البشر، لكن كيف؟ في سابقة تاريخية في عالم التكنولوجيا، استطاع برنامج طورته شركة جوجل يعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي من هزيمة أذكى لاعبي العالم وأفضلهم في لعبة آسيوية معقدة تشبه الشطرنج وتدعى جو. هذه اللعبة الذكية الدقيقة يلعبها متنافسان يحركان حجارة سوداء وبيضاء على لوحة مربعة مثل رقعة الشطرنج للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي. وفي اكتشاف آخر له صلة بعالم التكنولوجيا، تبين أن الأشخاص الذين يقرؤون من كمبيوتر لوحي مثل الآيباد لمدة 30 دقيقة قبل أن يخلدوا للنوم يشعرون بنعاس أقل مقارنة بمن يقرؤون من كتاب ورقي، وفق ما توصلت إليه دراسة حديثة. هذه الدراسة التي أجريت على فريقين أظهرت أيضا تبينا في نشاط المخ، إلا أن الوقت الذي يستغرقه الفريقان إلى أن ينما وفترات نومهما لم تتغير. صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. ما في شي بيوقفك مع ألفا 4x4، لخطوط ألفا بريبيد 400 ميجا بايت،
أربع ساعات حكي كل 30 يوم على رقم مفضل بالويك إند، 40 دقيقة حكي و400 اس ام اس بس ب $12. العرض محدود. بونسوار. من المتوقع اعتبارا من ليل الاحد منخفض جوي يرجع ياثر على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ويؤدي الى طقس متقلب. التفاصيل اكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد فقره صوره وشمسيه. اليوم وصلتنا صوره من سمير، بذكركم انه بس صوره واحده عم تربح معنا جايزه كل اخر الشهر. من بعد فقرة صورة وشمسية منروح هلا على الدول العربية تنشوف كيف بيكون طقسها. جولتنا بتبلش مع القاهرة 30 16 بتونس 18 درجة بالرباط 27 ببغداد 24 بدمشق 26 درجة بالقدس الكويت 29 الدوحة 27 والرياض 31 درجة. منوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام من المتوقع يكون غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة تتوصل أقصاها على الساحل ل 26 درجة أما أدناها ل 12 درجة. الرطوبة بتسجل أقصاها 75% أما سرعة الرياح بتوصل ل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين ال 11 وال 23 درجة أما بالداخل عم تسجل أقصاها 28 درجة أما أدناها 10 درجات. جولتنا اللي بتاخدنا من شمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من شمال مع عكار 23 25 بطرابلس 20 بالأرز 22 درجة بالكورة 24 بالهرمل 22 بالقاع وببعلبك 20 درجة برياق. منكمل على جبال 24 21 بميروبا 26 درجة بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحرارة ل 26 درجة وطقسها عم بيكون غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة زحل 28 27 بشتورة 25 درجة بيعنجر وبمشغرة. من مشغرة منوصل على جزين 24 رشيا كمان 24 25 بمرج عيون وبمنت جبال والختام مع بيت الدين 21 والمناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و 26 درجة. مثل ما ذكرنا لبكرة بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة ترجع تحول خلال فترة المساء إلى غائم مع أمطار محلية ليل الأحد والتنين. لبكرة الحرارة عم توصل أقصاها ل 26 درجة أما أدناها ل 15 درجة. عم بيكون في عنا انخفاض بدرجات الحرارة تتوصل أقصاها التنين لل 20 درجة مع احتمال لتساقط أمطار محلية أما بالنسبة لنهار الثلاثة عم تتراوح بين ال 14 وال 18 درجة. بمنطقة الأرز الحرارة تتراوح بين الخمسة والعشرين درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية. بعتوا لنا صوركن على أكاونت الإنستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن. أكيد شو ما كان طقسكن المفضل لقونا عطول على المستقبل. وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز عناوينها. قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات. مجلس الوزراء يقر حلا مؤقتا وفوريا لأزمة النفايات. الزبالة هي وصمة عار. الحراك المدني يدعو إلى إضراب عام وقطع طرق الاثنين المقبل. كيري لا يمكن لبشار الأسد استغلال الهدنة لمصلحته والنظام يصاعد قبل ساعات على محادثات جنيف. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. من هنادي ومني ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات وإلى اللقاء. قل له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.